استاذنك ناخد الاستاذ ابراهيم رشوان مدير مكتب جريده الوطن بالبحيره. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ انا معايا الاستاذ خالد ناجح نائب رئيس تحرير مجله المصور. بيسلم على حضرتك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم قول لنا، رئيس الوزراء كان في محافظه البحيره في جوله بالامس، قول لنا ايه اهم القرارات اللي اتخذت لمواجهه السيول والكوارث؟ الحقيقه استاذ نائب رئيس الوزراء زار البحيره للمره الثانيه امبارح، ودي كانت خلال 72 ساعه لمواجهه السيول اللي اجتاحت المحافظه بشكل غير مسبوق، وكان لها خسائر كبيره الحقيقه. يعني حتى الان اديك نبذه الاول عن الخسائر والاضرار اللي حصلت في المحافظه. اتفضل. حتى الان في 14 ضحيه في منطقه عفونه لوحدها في وادي النفرون، اللي هي كانت الاكثر تضررا من السيول. تمام. بالاضافه ل 14 في قريه عفونه، في 8 ضحايا لقوا مصرعهم جراء الصعق بالكهرباء بسبب بيع الامطار، ودول في مراكز ابو حمص وكفر الدوار والرحمانيه ومدينه النوبري. تمام. المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لما وصل البحيره امبارح كان معاه وزراء الاسكان والري والتنميه المحليه، وعمل اجتماع موسع في ديوان عام المحافظه بحضور المحافظ وقيادات وزاره الري والمحافظه، وكان الاجتماع بهدف تحديد اجراءات عاجله لاحتواء ازمه السيول في المحافظه. كان من ضمن القرارات والاجراءات اللي رئيس الوزراء اتخذها تشغيل الصحاره الجديده اللي هي على مصرف الخيري بقريه زاويه غزال اسفل قرعه المحموديه اللي هي بضمنهم. تمام. وكان القرار الثاني او الاجراء الثاني العاجل توسيع صحاره الغاز على مصرف قريه زرغون بدمنهور عن طريق عمل باي باس للمساعده في زياده تصريف المياه. القرار الثالث او الاجراء الثالث العاجل تعميق وتوسيع مصرف ايدكو بطول 6 كيلو بواسطه فراشات عائمه. تمام. وكان القرار او الاجراء الرابع رفع منسوب جسور مصرف ايدكو بعد التقاطع مع سرعه المحموليه بمسافه 24 كيلو. وكان تمام. القرار الخامس تشغيل وحده من محطه ري ايدكو للرفع على سرعه المحموليه لتخفيف منسوب الميه في مصرف ايدكو حتى يتم تخفيف الضغط الميه اللي هو واقع على المصرف اللي تسبب في ازمه كبيره جدا في مركز ومدينه ايدكو اللي تسبب في غرق العديد من الاراضي والمنازل هناك. استاذ ابراهيم، الى اي مدى يمكن ان تعتبر ما حدث كان سببه الاساسي والرئيسي هو فساد المحليات والاجهزه التنفيذيه وعلى راسها السيد المحافظ؟ دي مش عايزه كلام يا استاذ ماهر، دي فساد سنوات طويله. لكن عشان اكون منصف معاك، من الظلم ان احنا نلقي بالمسؤوليه كلها على المحافظ. دي تراكمات سنوات طويله تمتد لعشرات السنوات. الازمه اكبر من محافظ واكبر من رئيس وزراء، عشان اكون منصف معاك ومع الشعب المصري كله. الازمه اكبر من الدوله كلها، بدليل ان الاسكندريه اللي هي تعتبر افضل حالا الى حد كبير من البحيره ما قدرتش تواجه الازمه كلها. طب هل عشان نكون منصفين ما اقدرش اختزلها في شخص المحافظ لوحده، يعني لان هي اكبر من المحافظ كمان. طب هل هناك قرارات لتفادي سيتم تنفيذها في الفتره المقبله لتفادي مثل هذه الكوارث، ولا احنا هنفضل نشتغل اليوم بيوم وكده يا استاذ ابراهيم؟ اتمنى والله يا استاذ ماهر، انا معاك في اللي انت بتقوله. العمليه ماشيه بيوم بيوم وبشكل عشوائي. عندك سؤال يا استاذ؟ ولا في نظام؟ اللي عايز اقول لك ان قبل الازمه بكذا يوم، لما حصلت الازمه في اسكندريه، المحافظ عقد اكثر من اجتماع مع رؤساء الوحدات المحليه ورؤساء شركات الكهرباء والميه والصرف الصحي، واصدر تعليمات مشدده واجراءات عاجله بان كل مسؤول يقوم بالعمل المطلوب منه. ولكن للاسف الشديد جت الازمه وكشفت ان مفيش اي شيء اتنفذ على ارض الواقع نهائيا. يعني الاستاذ خالد ناجح عنده سؤال عايز يسال حضرتك فيه. تحت امرك. استاذ ابراهيم، هي الصحاره الجديده اللي قرر رئيس الوزراء تشغيلها، هي مش كانت موجوده اصلا الصحاره دي؟ للاسف هي موجوده بس ما اشتغلتش. هو مين المسؤول عن تشغيلها يا فندم؟ المسؤول عن تشغيلها المواطن، يعني حضرتك تروح تشغلها لهم ولا هم اللي شغلوها؟ المفروض ده يعني وزاره الري هي المسؤول عن الكلام ده. الصحاره موجوده فعلا، ولكن بيقال ان هي غير جاهزه فنيا، وطبعا غير جاهزه فنيا دي ما حدش، انا مش عارف افسرها تمشي ازاي يعني. طيب استاذ ابراهيم، لو شغاله كانت ممكن تخفف الازمه شويه للاسف الشديد. بالظبط، دي حاجه. الحاجه الثانيه يا استاذ ابراهيم، هي المشاريع اللي تم او القرارات اللي خدها السيد رئيس الوزراء، لو اعتقد انه محافظه البحيره كانت طالبه هذه الطلبات من مدد كبيره جدا وما تمش الانصياع ليها او تنفيذ طلباتها، صح ولا انا غلطان؟
كلامك سليم يا استاذ. وعايز اقول لك ان محافظه البحيره بتعمل في احتقان وغضب عند الناس، لان المحافظه الازمه ضربت المحافظه بالكامل ولها خسائر فادحه، يكفي ان في خسائر في الارواح، والناس عندها اعتقاد لان في شعور بان المركزيه او الحكومه المركزيه ما ادتش الدعم الكافي للمحافظه للتصدي لمواجهه الامطار والسيول. اخر حاجه بس عايز اقولها لك استاذ ابراهيم، هل وزاره الشؤون الاجتماعيه لجان الحصر والتعويضات جات لكم ولا محدش سال لغايه دلوقتي؟ لا بالفعل، عشان اكون منصف، بدات المديريه التضامن الاجتماعي ارسال لجان خاصه لمنطقه عفونه في وادي النطرون، وبدا الحصر فعلا بتعليمات من المحافظ وقيادات المحافظه لحصر التلفيات والاضرار اللي الناس عرضتها عشان يتم صرف التعويضات اللازمه ليهم يعني. استاذ ابراهيم رشوان مدير مكتب جريده الوطن بالبحيره، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله. شكرا جزيلا يا سماحه.